السؤال هل سيتعرف كل واحد منا على كل معارفه في الملكوت، وهل سيحزن اذا عرف ان احد هؤلاء ملقى في جهنم؟ طبعا ما فيش حزن، لان في العالم الاخر المكان الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنعم. اما هل سيعرف كل واحد منا كل معارفه؟ انت ما تضمنش كل معارفك هيروحوا الملكوت، وما تضمنش كلهم هيبقوا في درجة واحدة، وإلا مش هنخلص. لكن من جهة المعرفة معرفة، يعني إبراهيم أب الآباء عرف حكاية الغني إنه ما كانش كويس مع لعازر، وإنه تنعم ودلوقتي اتعذب إلى آخره.